السلام عليكم إخواني وأخواتي جميع المتقاعدين المطالبين بحقوقهم قناة المتقاعدون العراقيون على اليوتيوب. ترحب بكم أجمل ترحيب. لو أول مرة تشاهد الفيديو ندعوك للاشتراك معنا. نحن في هذه القناة نبذل جهود كبيرة في التصوير والمونتاج ونشر مناشداتكم وتغطية تظاهرات المتقاعدين وغيرهم من أبناء الشعب العراقي. اشتراكك معنا يحفزنا لبذل المزيد من أجلكم، وكلما ازداد عدد المشتركين نزداد عزما وإصرارا للمطالبة بحقوق المتقاعدين والوريث والمستفيد والأسرة والجرحى والأرامل والمطلقات والأيتام والرعاية الاجتماعية وطرحها أمام الجهات الحكومية والدولية. أنا محدثتكم شيرين سلطان، مراسل قناة المتقاعدون العراقيون بغداد. السلام عليكم محمد شلون. عليكم السلام ورحمة الله. أنا المواطن سامع عبد الجعفر أبو محمد الربيعي من سكنة منطقة الشعب. عندي قضية جنائية وهي بتاريخ 2018، فقدت ابني اللي عمره 10 سنوات. بعد ما دورنا وبالسيطرات وسجلنا الدعوة مال مفقود، ورا يومين جينا خابرون السيطرة اللي يم قرية عبد الواحد بالشعلة، قال حجي هاي اكو جثة هنا. المهم رحنا لقينا الجثة بالماي هيك دوار فوق هاي، فطلعناها طلعت بهذا الشكل، هو يعني الغرقان ترى مبين بس هاي شوف الزراق الحراق بوجهه. فابو الادله الجنائيه اول ما اجى قال اعتقد خنق، يعني خنق بالماي. المهم سوينا اجراءات الطب العدلي والدعوه وهاي، انتظرنا التقرير. فأثناء هاي الفترة الثلاث أشهر ننتظر بها التقرير، ظهر عندنا تصوير كاميرا بالشارع، عرفنا الشخص اللي ماكله. طلع ولد ويا ابني مال منطقة، نعم طلع ابني ولد ويا ابني هو بالفريق مال الطوبة، فكان متأخر عن الفريق. فرئيس الفريق قال له أنت ليش ما جيت؟ ما التحقت يعني. المهم قال له تبدل وتجي وراني. فمن بدل ملابس رياضية ملاقي ابني بالتقاطع جاي للبيت ما أخذه وياه، هو باعترافه قال أنا أخذته. أي فعرف نحن من خلال هذا التصوير. بعدين من سجلنا الدعوة وهاي قالوا يا بي لا تطلب لا تشتكي هسي، اعتبره شاهد وبعدين فبدل إفادة مالته كتباني ما أعرفه. انا امشي وهو يمشي وراي، هو البداية اعترف هو وعدي شاهد عليه يعني على اعتراف. فبالتقرير الطبي قبل ما يطلع ب 15 يوم اهله هم حكوا بالمنطقه جايبين طلي وذابحين، وعلى اساس ابنهم طلع براءه ما ادري شنو، والله شنو الولد طلع التقرير ماله غرقان. فرحنا للمركز سالنا على التقرير ضابط الدعوه قال لا ما طالع التقرير. زين التقرير شلون عرفوا هاي المعلومة؟ فاحنا لو ما طلع التقرير قالوا لا يمكن تحديد سبب الوفاة، يعني ما عرفوا سبب وفاته برغم هي الجثة يومين بالمي، ولكن لا ينفي أن يكون غرق. زين هم هاي الفقرة شلون عرفوها؟ يعني اللي نعرفه طب العدل ما يعطي معلومة لأكبر واحد، حتى يبدون يطشون. شلون يطشون السالفة بالمنطقة؟ يجي معتمد يستلمه بظرف، اما القاضي اما ضابط الدعوه هو يبلغ. المهم قدمت طعن بالتقرير ما حصلت نتيجه، قالوا ها لاحت اعتراض وما ادري شنو. بالمناسبه القرص ما رفقوا مال التقرير بالدعوه. ضابط الدعوه ورا فتره هم قال لي ابني، قال لي خابر ابني، قال لي شنو طلبت وشاهد شنو وفاتي؟ قال لي ما يقول انا ما اعرفه. زين فضابط الدعوه قال لي ابني شنو انتم كل اللي بالتصوير بالكاميرا تتهمون؟ قلت له سيدي ماكو حد ترى، ليش ما اتهمنا ابو الباسكي؟ هذا اكو واحد جاي يغسل بالسياره، هذا اللي ابو الغنم. زين ليش شلون حكي منك هذا؟ احنا جبنا لك تصوير قلنا لك هذا هو الماخذ ابني، احنا ما ندري به، ربك ودانا التصوير. زين وبقت هاي الدعوه 5 سنين، صار تهديد من قرايبه واحد شرطي قال لي احنا نشتري طلايب مشتري
ذاك اليوم قال أخوتي ولد عمي مدري أخوتي قتلوا لهم واحد بالحرية ومدري شنو، يعني جاي يهدد بيه يعني جاي يقول لي اقعد مسكين زين. ظلت لا بالعشائر أخذ حقه ولا بالقانون زين، وأنا خسرت العدة ما عندي وقاعد تجاوز إيجار زين. فأنا هسه أناشد يعني أني قالوا لي ضابط الدعوة تعال اشتكي بتجيب شاهدك وياك زين، شهود على انه هو ما اخذ، شهود الناس تخاف ما حد يشهد، اكو شهود بس عندي شاهد انا ضامنه انه يشهد هو اللي استجوبه وقال له شلون اخذه وعافه زين. فاني مناشدتي السيد وزير الداخليه عيدون النظر عاد التحقيق بقضيتي زين، خليت محامي شيء طبعا فكرت انه اخلي محامي، قالوا لي خلوه، فاتصلت على محامي دزونا عليه، المحامي طلب يعني هواي يعني يريد 10 أوراق بس يقرا الدعوه، بس يقرا الدعوه 10 أوراق زين. انا قاعد متقاعد وقاعد ايجار بس يقرا الدعوه 10 أوراق لا مش بالدعوه قد تعاب ايش قد زين. فالمحامين اكثرهم هيك، اكو محامين قالوا شغلتك ما بيها شاهد ودليل وما ادري شنو، شاهد ودليل هو التصوير. هسه اغلب الوزارات الحكوميه ليش تخلي كاميرات مو زين. فانا ناشد وزير الداخليه انه يسوي لي اعاده تحقيق بالقضيه زين، ما عندي احد وهاي اموري تعباني. ورقم تليفونك؟ رقم تليفونك ورقمي موجود، رد رد رقم تليفونك 0770643665 0770643665 سامي أبو محمد الربيعي. المشكلة عنده مشكلة على مودقاع ما أدري. إيه المشكلة الثانية أنا استلمت قطعة بالمبادرة بال 2015 سنة قانوني 25 موجود، يعني هسه تروح للعقارات مال أمانة بغداد الدقة حاسبة موجود، بالتسجيل العقاري موجود، دائرة طاب الصدر الأولى موجود زين. المشكلة وين؟ أمانة بغداد ظلت تماطل زين، وما فرزت الأراضي، هاي مو بس أنا وياي ناس ظلت تماطل، لا مسحت الأراضي نو تتحجز تخصيص مالي ماكو مدري شنو أراضي ماكو، وهاي صار 9 سنين والسند موجود، وأنا هسه قاعد يعني هسه لا أقدر أقدم على تعويض، لا أقدر أقدم على قطعة أرض، ما يش مني أي قرار لأن عندي سند باسمي. بيت هذا بالمدينة وين قام؟ نهاية الحميدية ورا المحطة، وهي طبعا كانت فيها تجاوز قليل وكثرت، وقلنا لهم يابا راح يتجاوزون عليها وطلعوا مسحوق وفرزوها زين. ناشدنا الأمانة مسؤولين سوينا مظاهرات. هذا اللي تجاوز عليها عليها جهة اللي تجاوزت عليها؟ ما أعرف الجهة اللي متجاوزين، ما أعرف يعني كل من يحكي لنا الشكل، ناس يتهمون يعني جماعة المكتب السيد ناس يتهمون، فإحنا ما نعرف. بس هي المشكلة هسه المنطقة هي هاي اللي متجاوزين بيها 2000 قطعة صارت مدينة بلطت وخدمات بعد ما يقدرون. فذكرى علوش قالت كتبت قالت استبدال، بس أنا ما أقدر استبدل إلا موافقة رئيس الوزراء زين. إحنا رئيس الوزراء أهل وصل نروح له ما نقول روح الرئيس الوزراء زين، إحنا يا طب ابن رئيس الوزراء حتى نجيب موافقة. المدير العام ما تقدر أشي زين، وحتى لو يطلب موافقة ما ينفذون، أمانة بغداد ما تنفذ، استبدال استبدال. أنت لا تعوضني قطعة أرض مكاني ولا تعطيني فلوس مكاني ومخليني معلق زين. فإحنا من ناشئ رئيس الوزراء السوداني زين، ليش الأراضي مال الجادرية قلبوا الأمة عليها شوخ عشائر ومرجعية وكلها، يعني إحنا تسيب فقرة. فإحنا الناشد الحكومة الناشد جهات المختصة هاي القضيتين مالتي زين، لأن تعبي زين. دائرة بلدية الصدر إي شو تقول؟ تقول إحنا ما نقدر إلا استبدال، ما نقدر نسوي لكم شيء إلا استبدال، يعطوكم غير مكان تعود صلاحية صلاحية أبو الأمانة يقول صلاحية رئيس الوزراء زين. زين
فاحنا هسه ناشد السوداني رئيس الوزراء مو مهتم بازمه حل ازمه السكن، ناشد يشوف لنا حل، يا اما يعطونا تعويض يا اما يعطونا قطع. ان شاء الله خير، ان شاء الله يوصل ان شاء الله. مشكورين، رحم الله والديك.